ضيفي أمير فواز الرئيس الوطني للجي سي آي لبنان ورانيا حداد أمينة سر هالجمعية. أهلا وسهلا فيكم أمير ورانيا، يعطيكم ألف عافية. حضرتكم ضيوفنا لأول مرة والجمعية لأول مرة نحن بنسمع فيها. أمير، شو هي جي سي آي؟ جي سي آي الغرفة الفتية العالمية. شو يعني؟ هي عبارة عن منظمة عالمية، غرفة الفتية العالمية هي اتحاد عالمي غير حكومي لا يسعى لا للربح وهو ولا ما له علاقة بالسياسة او بانه تطلع اموال ولا تطلع اموال ولا شيء له علاقة بالربح. وهي مؤلفة من مهنيين محترفين، مهندسين، اطباء، صيادلة، بيتراوح اعمارهم بين 18 و40 سنة. وهي بتتوزع على اكثر من 100 ل 120 دولة بالعالم. وفيها حوالي 5000 إقليم غرفة محلية بتتوزع كمان على نفس هالدول اللي هي بكل بلد بيكون في إقليم. صحيح، بيكون في غرفة. صحيح. هي هذه قديمة يعني بتقول الجمعية. هي تأسست هي تأسست الجمعية ب 1943 ب 43 وتأسست بمكسيكو سيتي. وهي بلشت وأبرز أعضائها يعني وهلا هني مشهورين عالميا مثل جاك شيراك البريزيدون تبع فرنسا، بيل كلينتون، كوفي أنان. وهي بتركز على المواضيع القيادية والأسلوب القيادي لتطوير هالقدرات عند هالشباب اللي بين هذا العمر 18 و40 سنة. بلبنان امتى تأسست الجمعية؟ نحن الغرفة الغرفة او الجمعية تأسست بلبنان شرعيا من حوالي سنة بدنا نقول. بس قبل نحن كنا عم نحاول نجيب علم وخبر، جبنا علم وخبر سنة الماضية وطبعا نحن عم نشارك بكل شيء في منظم بكل شيء في مؤتمرات عالمية لهيدا للجمعية اللي هي صار واحد منهم هلأ سنة الماضية بكوريا بسيول وهلأ السنة اللي بتجي إن شاء الله بده يصير بنوفمبر بأنطاليا تركيا. وأكيد لبنان بده يشارك. طبعا لبنان بده يشارك وشاركنا نحن سنة الماضية ب 11 عضو. نعم. من هون على كوريا لحتى من لبنان ومن مختلف الاختصاصات. رانيا، عمليا شو يعني شو بتعمل هيدي الغرفة؟ تنمية ماذا؟ للوصول إلى ماذا؟ مين بتدرب؟ هيدي الغرفة بتشتغل بتساعد على تنمية الأشخاص على أربع مستويات. في عندك المستوى الشخصي إنه كل ما سافروا راحوا حضروا مؤتمرات من تنظيم هالجمعية بيستفيدوا على المستوى الشخصي إنه بيحضروا كتير ترينينجز وبيتعلموا عندهم معلومات وخبرات يعني مزبوط. هيدا الإفادة الشخصية. هيدا الإفادة لا. الشخصية. في بيقدروا بيستفيدوا على الليفل البزنس إنه من مختلف الأعضاء اللي بهالجمعية كتير في منهم بزنس بيبول فبيقدروا بيعملوا كتير نتوركينج بيحسنوا شركاتهم بيقدروا إذا حدا عنده شركة بلبنان يقدر بيصدر أشياء لبرا فهيدي بتفيدهم على البزنس ليفل بينهم. نعم. وبين بقية الشركات العالمية. نعم بيقدروا بيستفيدوا على ليفل الانترناشنال إنه وكالتشرال بشكل إنه كل ما سافروا بيتعرفوا على حضارات جديد على بلاد جديد وهذا شيء كتير حلو. وكمان بيفيدوا المجتمع يلي هن فيه من خلال هالبروجيات يلي بيشتغلوا عليهم. منهم مثلا هيديك السنة بلبنان كتير اشتغلنا وقت الحرب قدرنا جبنا كتير إعانات من برا ساعدنا كل هالعيال اللي تهجرت من بيوتها بشمال لبنان بالجنوب بالجبل بجبل لبنان بكل هالمطارح جربنا انه نغطي قد ما فينا. فهيدي الجمعية بتقدر بتساعد الشخص على هالأربع ليفلز المختلفين. يعني إذا مثل ما بتقولوا انه مخرجي مثلا كوفي أنان والرئيس شيراك وبيل كلينتون وكذا يعني معناها انه فعال كتير هيدي هالجمعية. بتخرج تنعزم هون مرشحين هن على الرئاسة بفوتوا معكم بلكي بيطلعوا رؤساء ناجحين. صحيح صحيح. هي بتخرج طبعا احنا شعارنا انه ما لنا علاقة بالسياسة بس بتخرج سياسيين وتنمية هالقدرات. هلا بس بدك تعرف قديه عم يعرفوا يفكروا. اي صحيح صحيح. بتخرجوا بس قديه عم يفكروا بشكل مزبوط. صحيح. عم مشكلة. إذا بدك فينا ناخذها إنه ساعدتهم بتنمية الروح القيادية عندهم من خلالها قدروا صاروا سياسيين مدمرين إنه قدروا وصلوا نحن مش مسؤولين. خلينا ناخذ هالجانب بس. مظبوط مظبوط. هلا في مؤتمر عالمي عملته بنوفمبر الماضي كان في مؤتمر عالمي بكوريا الجنوبية شاركته. صحيح. حضرتكم شو كان أهم يعني أبرز النقاط هيك بشكل سريع لناخذ فكرة عن شو بيحكي هالمؤتمر؟ هلا نحن كجي سي آي لبنان أخذنا
بكوريا أخذنا الأفيليشن، الفول أفيليشن، يعني صرنا قبلنا من الجمعية العالمية، صرنا نحن ريكوجنايزد وصار عندنا صوت. لبنان صار بيشارك بأربع أصوات، يعني بأربع لنا رقم أربعة نحن نقدر نصوت وبيطلع لنا فور كاونتس، أربع شو بيقولوها بال منتسبين ايه مشاركين. فنحن صرنا عضو منتسب وفعال وعندنا الحق بالتصويت بأي قرار عالمي بتاخده الجمعية. نعم. هلا قريبا في مؤتمر رح يصير بتركيا، هيدا المؤتمر السنوي صحيح يلي هو امتى رح يصير؟ بنوفمبر 5 ل 11، من 5 ل 11. رايحين؟ طبعاً وعم نحاول نعمل نكون شيء حوالي 50 شخص من لبنان، على قليل من لبنان، وهذا طبعاً لما كلهم من أصحاب الاختصاص، يعني أطباء ومهندسين وإلى آخره، أطباء ومهندسين طبعاً عمل. بين 18 و40 سنة اللي بدهم يكونوا هن بهاي الجمعية اللي طيب رانيا، هالوفد اللبناني اللي رايح بكرة على تركيا على هالمؤتمر العالمي شو أخذ معه؟ هو شو راح يقدم كلبنانية؟ شو راح نقدم نحن؟ أكيد بدنا نقدم صورة كتير حلوة عن لبنان غير يلي عم تنشاف بالأخبار. نعم. أكيد بدنا نجرب أنه نعطي صورة كتير حلوة عن بلدنا، عن قديش نحن ناس معلمين فهمانين، مش أنه بس ملهيين بالحرب وبكل هالأشياء المش منيحة، بس هيدا اللي عم يشوفوه إيه، بس نحن يعني بالأخبار وبالفلاشات يعني هيدا اللي عم بيشوفوه. إيه بس مهم تكون صعبة بس مش مستحيلة. إيه صح. مين البلدان يلي مشاركة بهالمؤتمر؟ كل هالبلاد يلي هن 100-120 بلد، من أمريكا، فرنسا، كل دول أوروبا، الصين، اليابان، من أفريقيا كلها، مصر، مش مصر، ما في بمصر، بتونس، المغرب، ليبيا، الجزائر، الإمارات، من كل بلاد العالم المغرب. يلي موجودة فيها، والمغرب يلي موجودة فيها الجي سي آي. مين يلي مطلوب منه يروح يشارك بالمؤتمر أمير؟ طبعا يعني هون من لبنان مين يلي المفروض اذا واحد عنده هوايه بحب يروح؟ نحن ما عندنا مشكله ونحن بنحب وبنحبز، تعتبر جي سي اي كالباسبورت تبعه لهذا الشخص ليروح يشوف كيف عالم الجي سي اي، كيف نحن بنتعامل مع بعض، كيف نحن بننمي هالقدرات اللي عندنا، ولحتى نستوعب كل هالناس اللي عندها أي نوع من المهنية اللي ما عم تقدر تعبر عنها، نحن بنقدر نساعدهم لحتى يعملوا. يعني مدير شركة، صاحب مؤسسة بيقدر يشارك؟ طبعا أكيد طبعا، يصير بيعرف كيف بده يدير يمكن شغله أو يحسن. صحيح. أنتوا سني شعاركم ويوسع. ويوسع، كن أحسن، كن أحسن، بي بتر، أو كن أفضل، كن أفضل. صحيح. أنتوا هون بلبنان كيف عم بيكون شغلكم؟ كيف عم تجتمعوا؟ وين؟ مع مين؟ كيف عم بتحسنوا وضع رجال الأعمال بلبنان أو الطلاب بلبنان؟ هلأ نحن عم ننظم مؤتمر لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بده يصير بلبنان بمارش 8 و9 و10، وبهذا المؤتمر في عنا كورسز للترينينج بدنا نعطي. وانا هلا دموزيل رانيا بتحكي عن هو لانه هي مسؤوله عن هيدا. هلا بحكي عن التدريب مع رانيا. عن التدريب، وبدو يشارك بهيدا المؤتمر من ليبيا والمغرب وبنين وقبرص واليونان والمانيا وفرنسا، بالاضافه طبعا للبنان، وكله بده يكون من المهنيين المحترفين اللي هن ببلادهم بيمثلوا جي سي اي، من رؤساء جي سي اي الى اعضاء الجمعيه الى اعضاء الغرف اللي بقلب الاقليم اللي بقلب كل. وين راح يصير هالمؤتمر؟ راح يصير بهليوبوليتن السفير. نعم. روشه. ومن لبنان؟ من لبنان حضرتكم طبعا، من لبنان راح يكون في ناس معنيين، يعني بالزبط. اطباء، مهندسين، وطلاب جامعيين الى اخره. شو قصة هالدوره التدريبيه؟ هلا المؤتمر 3 ايام. 3 ايام كيف رح يصير تقسيمه؟ ايه، الخميس والجمعه والسبت في دورتين تدريبيه رح ينعطوا، واحد منهم اسمه جي سي اي برايم، واحد اسمه جي سي اي اتشيف. الجي سي اي برايم هو على نهارين بينعطى، وهو معروف يعني باللغه المستعمله دائما ترين ذا ترينر كورس، يعني يساعدوا على الأشخاص أنه يصيروا ترينرز أحسن. نعم. كيف؟ يعني هل الخبرة اللي بيكسبوها بها الكورس بتساعدهم على أنه يستعملوها كمان بحياتهم العادية، يعني إذا صاحب شركة بده يعمل presentations لهالموظفين بقلب الشركة، لشير هولدرز تابعون الشركة برا، يعني بيعوزها لكل هالخبرة اللي بيخدها منه، كيف ينظمها وكيف يضبط المواضيع وإلى آخره. هل في مواضيع محددة يعني؟ لا.